أنا بصاحب السمو الملكية الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر سعادة الشيخ خليفة بن راشد آل خليفة وسمو الشيخ خليفة بن علي آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية لحضور حفل الاستقبال الذي أقامه سعادة السيد سايمون مارتن سفير المملكة المتحدة لدى مملكة البحرين بمقر السفارة البريطانية بالمنامة، وذلك بمناسبة ذكرى عيد ميلاد صاحبة الجلالة الملكة إليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة وإيرلندا الشمالية، وبحضور عدد من كبار المسؤولين وأعضاء السلك الدبلوماسي والمدعوين. ونقل سعادة الشيخ خليفة بن راشد آل خليفة وسمو الشيخ خليفة بن علي آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية تهاني وتبركات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى جلالة الملكة إليزابيث الثانية بهذه المناسبة، وتمنيات سموه لجلالتها بموفور الصحة والعافية وللمملكة المتحدة الصديقة وشعبها الصديق استمرار التقدم والازدهار. وأشاد بالمستويات المتقدمة التي يشهدها التعاون بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة، والذي يجسد عمق الروابط التاريخية التي تجمع بين قيادتي وشعبين البلدين. من ناحيته توجه السفير البريطاني لدى المملكة بجزيل الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على دعم سموه المستمر لكل ما يعزز أواصر العلاقات المتميزة بين البلدين، مؤكدا أن العلاقات البحرينية البريطانية تشهد نماء مستمرا في شتى القطاعات، وأن بلاده حريصة على تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات بشكل الذي يعود بالنفع على البلدين والشعبين الصديقين.